اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احنا هنكون متواجدين مع حضراتكم وهنجيب شريف زميلنا شريف شعبان من طب معانا على الهواء مباشره. شريف شعبان من ملعب المباراه. خلينا نعرف الربع ساعه الاولى ماذا حدث في اول ربع ساعه لمباراه النادي الاهلي وكانو سبورت في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. اتفضل يا شريف. كان بنلعب في الدقيقه 16 وما كانت النتيجه 0-0. يمكن النادي الاهلي مستحوذ من اول دقيقه على الكره. يمكن في الدقيقه 3 بيعبر مروان محسن من اسيس الى لقفشه في العمق. يمكن السيرفيسات يطلع كوره تجنى الكوره راحت لمروان متاخره شويه حاول يستحوذ على الكوره ولكن سوء ارضيه الملعب لان كان فيه امطار النهارده وسوء ارضيه الملعب او الامطار خليته ما يعرفش ياخد الكوره ولكن استحوذ عليها احمد فتحي عمل اوفر وحمدي فتحي حولها براسيه ولكن فوق العارضه. يمكن بنلعب الدقيقه 16 زي ما قلت لك وما زال الاستحواذ في النادي الاهلي. الفريق الهندي يمكن بدا يبقى عنده ثقه اعلان من الخلف او يبقى يرمي الكوره ويكون ثلاثه بس في خطوطه بعد الدقيقه 14 ولكن خطوره حمراء ما زالت الخطوره ما زالت الاهلي ما زال الاهلي يبحث عن هدف باذن الله هدف قريب جدا من النادي الاهلي. لسه الغير الحريص من اول دقيقه يكون واقف على الخطوط حريص يوجه لاعبيه بالباص حريص عاوز اللاعب ما يحتفظش بالكوره اكثر من لازم عاوز اللاعب يسلم ويسلم على طول يوسف. يمكن دي ابرز 17 دقيقه فيهم الى الان ما زالت النتيجه 0-0 كابتن على نادي الابطال. طيب شريف عايز اعرف برضو النادي الاهلي بدا ضاغط من الامام. كان من المفترض ان احنا او الناس هنا في الاستوديو التحليلي نجوم في الاستوديو التحليلي قالوا ان النادي الاهلي هيبدا ضاغط من الامام. هل ده حدث ولا لا؟ على بصراحه ولكن ده للاسف اللي احنا بنقوله. بقول لك هل كان هناك ضغط من الامام للنادي الاهلي ولا لا؟ شيء من الامام الفرقه ايوه لا دفاعه لحد الان الشناوي لم الحمد لله طبعا وخط الدفاع يمكن لم يختبر الى الان وبنلعب في الدقيقه 18 خط الدفاع الاهلي لسه لم يختبر الى الان. الاهلي واقف على الكوره بشكل كويس جدا بيستحوذ على الكوره او بينقل الكوره دلوقتي الكوره مع ايمن اشرف بيقدر ينقل الكوره من الخلف للامام بشكل كويس جدا. يمكن عمرو السوليه عمل اسيست كويس قوي لعلي معلول ناحيه الشمال وعلي معلول عمل اسيست كويس لعمران صبحي ولكن ما قدرش يستحوذ عليها في 18. النادي الاهلي بيطلع الكوره كويس قوي النادي الاهلي بيطلع بالكوره باقل مجهود يمكن بباصين او ثلاثه بتلاقي النادي الاهلي يوصل على مجهات او وصل من العمق. دفاع النادي الاهلي خير الى الان ما حدش هدف مرمى النادي الاهلي او دفاع النادي الاهلي. خط وسط ملعب النادي الاهلي اذا كان حمدي فتحي او اذا كان سوريه بيستحوذوا على كل القرارات مش مديهم فرصه لفريق الخين ان هو يقدر يعدي وسط ملعب النادي الاهلي. تمام يا شريف احنا دايما هنفضل موجودين معاك كل خمس دقائق كده تقول لنا ماذا حدث في لقاء او في الشوط الاول من هذا اللقاء. زي ما حضراتكم سمعتوا كابتن حشيش كابتن بلال